وانت عايش ما تنساش تعيش. يعني وانت عايش ما تنساش تعيش، كلنا في الدنيا بننزل من بطن امنا كده بنجري، بتجري ايه مش عارف، كل حواليا بيجري فانا بجري معاه على طول، بتجري. خلصت ابتدائي على اعدادي على ثانويه، خلصت كل الكلام ده كليه، خلصت الكلام ده على سوق العمل والشغل، وعايز تجمع فلوس وعايز تتجوز، اتجوزت، عايز تتنيل على عينك وتخلف، خلفت، عايز تامن مستقبل ولادك، بتجري 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 في الدنيا وبتنسى تعيش. طب انت عايز تقول يا جيو؟ عايز اقول لك اهدى على نفسك جيو، انت بتحمسنا وبتقول لم الدنيا ولم نفسك، ولا بقول لك اهدى على نفسك؟ بقول لك وسطنها. يعني انت دلوقتي في الثانويه العامه مطحون وطالع عينك، ما تنساش تعيش الحاجات اللي فيها روحانيات، بمعنى حق ربنا وحق العباده، ده اول حاجه، انت مخلوق اصلا عشان كده. فبالتالي احنا مثلا في اخر ليله رمضان ما تفوتش مثلا الليله الفرديه، حاول على الاقل تصلي التراويح في بيتك على الاقل لو مش قادر، او في مسجد جنبك، وترجع على مذاكرتك جاري. هتلاقي نفسك بتشحن طاقه، وهتلاقي نفسك حاسس انك حي وبتعبد ربنا، فهتلاقي نفسك مستمتع بحياتك، هتلاقي نفسك عايش بجد، لان العباده يا حبايبي غذاء الروح، زي ما الاكل والنوم غذاء الجسد، العباده غذاء الروح.